البداية مرحبتي بك الشاعر الزعيم علال. ما يخفى على حد مكانتكم القتالية والنضالية والأدبية. يا غير زين عندنا ومن هذا المنبر تكشف المعجبيك والناس المتلهفة لمعرفة سيرتكم واسمكم الحقيقي، مكان خلاقتكم، ظروف نشأتكم الموهبة، سياني منها القتالية أو الأدبية الشعرية. أنا اسمي الحقيقي حمدي علال دا، الاسم المعروف به هذا هو اللي تعرف الناس زعيم علال، ولكن اسمي الحقيقي هو حمدي علال الدار، مزداد 1957 في مدينة حوزة بالمناطق المحتلة الآن. تربيت في هذه المنطقة من حوزة العيون وسمارة مقالة هذه المنطقة، التحقت انخرطت في جبهة البوليساريو 1975 شهر 7 في الصيف، والتحقت بها في شهر 9. تعلمت في بداياتي الأولى في الصبا بعض أحزاب القرآن، تعلمت منها الكتابة والقراءة. بعد التحاقي بجبهة البوليساريو كانت لي فرصة أني نجبر قسط من الدراسة في الجزائر السنوات الأولى. عدت من الدراسة في 1978 إياك نلتحق بالمقاتلين بالجيش، انخرطت في صفوف الجيش، كلفت بمهمة في ليبيا في السنوات الأولى. المهمة هذيك عقبت رخات لي في التدريب، يعني تقوية جديدة. ومن بعد التخرج التحقت ميدان القتال 1983، وبقيت مقاتل إلى وقف إطلاق النار. كنت دائما نجمع بين الكلمة الموزونة ومجهودي في القتال بين المقاتلين. لست مقاتلا خارقا في الشجاعة، لا يغري هذا الاسم الناس يقولوا عنه هذا اسم الزعيم هذا راح معدل شنو عدل الناس. أنا لا مقاتل بين المقاتلين، بسيط وبالغ. والله نقول انا عن نفسي متواضع زين، ما عدلت شيء ما عدلته الناس. كنت وسط المقاتلين نمشي وسطهم ونجي وسطهم، نشوف اللي عدلوا نعدل قديش نعدل منه. هذه هي تقريبا مراحل حياتي. من وقف اطلاق النار وحلت لهذا القطاع الثقافي وقطاع العمل في مؤسسات الدوله، ومزدت نواصل فيه الشغل. الآن نشغل منصب مدير الفنون والتقاليد الشعبية في وزارة الثقافة الصحراوية. زين، حد خالق الصورة تنشرها ياسر من وسائل الإعلام عن البوليساريو. هذه الصورة هي صورة الزعيم المقاتل. منظرة شنو هو الفرق بينها وبين الزعيم الأديب الشاعر؟ حاجة اللي عنه المقاتل والشاعر الملتزم هما وجهان لعملة واحدة، وجهين لعملة واحدة. ما خالق فرق بين شاعر ملتزم بقضية وطنية عادلة يضحوا من أجلها الناس كاملين وتكمن فيها كرامة الناس وحياتهم وتطلعاتهم وطموحهم وذلي دور، ومقاتل يقاتل من أجل نفس المهمة نفس القضية. ما هناك فرق. هو الشاعر لما يكون ملتزم بالمبادئ السامية اللي تخدم مصلحة المجتمع هو مقاتل في الميدان،
لأنه الناس يقولوا الكلمات تنفذ أقوى من نفاذ الإبر. الكلمة تدخل بالجسم، كلمات تخترق الحيطان، تخترق الجدران، تخترق الأرباط، تخترق كل شيء. وهذا جبت البوليساريو عنده فيه تجربة طويلة. احنا بعضنا أغلبية مناضلين التحق بالجبهة وانخرط في صفوفها بسبب قاف ولا طلعة ولا أغنية اسمعها الظلم. حركت مشاعره، حركت فيه الإحساس الوطني، ذيك الأغنية ولا ذاك القاف ولا ذيك طلعة، إلين فرض عليه يبحث منين هي الجبهة، منين هي تنظيمها، منين هو فروعها، منين هو كذا، خاصة إنه يدخل هذا المجال اللي فيه هذا النوع. مجرد كلمة موزونة، مجرد كلمة ومسطر تحت موزونة، لأن الكلام الموزون يحفظ أكثر من الكلام المنثور. هذا من هذا قبال المنطلق ومن هذا المثل يعود الشاعر المقاتل. الشاعر والمقاتل هما وجهين العملة واحدة لا فرق بينهم. يكون يعود الشاعر ملتزم بالمبادئ اللي تناضل وتقاتل وتستشهد من أجلها. هذا هو تقريبا ردي عليها. قصائدك الشعرية رغم عنها تتحدث عن الحرب والكرامة والوطن، من درى كان الشاعر في الثورة الصحراوية يقد يتناول جوانب أخرى ومواضيع أخرى؟ منين تعود الناس تموت والناس تنحبس والناس تعذب والناس تنسجن، يبقى الشاعر مقيد بذاك الواقع اللي عايش فيه الناس. يقيد الشاعر بالمقام اللي هو فيه. تمال قد يعود الجنائز يعني تنجر من عندك وانت تغني وكأنك يعني في بحبوحة وكأنك في واقع ثاني. وخاصة لما نجزم على انه هذه الجنائز تنجر في واقع من اجل الكرامة، في وقت الناس تبحث عن كرامتها، تبحث عن 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 حياتها. الناس بين خيارين وهذا الخيارين يعني وضعهم ضاغط، هذا خيار الحياة أو الموت. الحياة لا بد لها من تضحيات، والموت حتى هي ما تجي ما هو تضحية. لا تبغى تعود حر، تعود كريم، ضحي، قدم. أنك تتم تكمش من كمش وعدوك يعراض ويطوال ويعد اللي يبقى وانت دور تحية دور كرامة، كرامة ما يخلون. لهذا الشاعر الصحراوي في واقعنا الحالي من قيام الثورة إلى الآن مقيد بواقع عايشته الناس، واقع مر، واقع لجوء، واقع مأساة، واقع عيش صعب، واقع سجون، واقع تعذيب، واقع تشتيت. العائلات مقسمة إلى جزئين، الأسرة مقسمة إلى جزئين، والله قاعدوا ثلاثة لأنه جزء منها عاد في محابيس في المغرب. التهجير، ناس مهجرة، ناس كذا. هذا الواقع يفرض نفسه ويقيد الشعراء، ولكن لكل قاعدة استثناء. كل قاعدة عندها استثناء. احنا ما نقدر نجزم انه الشاعر يجب ان يتقيد فقط بالمعركة وكرامة وكذا، لانه خالق عوامل اخرى تضمن الفوز في المعركة وتضمن النصر في المعركة. منها التقيد بالثقافة، قيم، الأخلاق. لأنه مجتمع بلا ثقافة وبلا قيم وبلا أخلاق وبلا عادات وبلا تاريخ، هذا مجتمع مندثر عاجلا أم آجلا. أحيانا الشاعر يعود سلاح يعني ذو حدين، ولكن للمصلحة. يشجع حق في المعركة ويشجع التضحية ويخدم الكرامة ويخدم حرب التحرير ويخدم هذا، ولكن لازم يخدم كذلك التربية الثقافية. التربية الثقافية بالمثل، بالتعليم، بالنصح، بالتوجيه، كذا. وفي هذا الباب نختار، عندي هون طلعة قصيرة نختار نحكيها.
وردت فيها معنى مثل شعبي. مثل شعبي يقول لود للرفيق سابق الطريق، ما يتعود لا يتسافر. لود للرفيق سابق الطريق، سابق الطريق ما يتعود لا يتسافر. خرص لكن اللي يتافقك يعود مناسب بعد، هو سابق تسول عن الطريق. كانها زينه والله، شينه والله، طويله والله، قصيره والله، فيها الوعر والله، فيها الهون والله، فيها كذا. لازم تلود لذاك اللي يتافقك فيه سابق تسول عن الطريق. وهون يقول لود في الغيبه للرفيق سابق تلوادك للطريق. يعود احلى من ما شقيق، مونك فيك تفاقو. ويعود اصدق من خوش شقيق تو فراق وتشتاقو. ويعود بكبر الشان حاط كالزغرض تيم تراقو، روغ اخلاقك بقشاط شاط متنو روغك لاخلاقو. زين حد لازم يعود انسان صبار، لازم يعود حلو، لازم يعود اصدق فيك من اخوك، لازم يعود يروغ اخلاقك اكثر من تروغ انت اخلاقو. هذا هو الرفيق اللي قد حد يتفق معه. هذا موجبو عنه الشاعر يضطر بعض الأحيان إلى أن يعود ملي معلم، إلى أن يعود موجه، إلى أن يعود ناصح، إلى أن يعود يبني، يبني المجتمع، يبني الأجيال، يبني كذا. وهون يقد الشاعر قبال يتناول أشياء ثانية. نقطة ثانية بغيت نشير لها، أنه أحيانا الشاعر هو إنسان، ما هو معجزة، له ملك وعنده شعوره. مثلا يقد يشعر تجاه اي قضيه، ذكريات الديار مثلا، يغني عن الاطلال، يغني عن الاطلال، عنده شعوره تجاه مثلا النساء بعض الاحيان، يغازل، عنده شعوره تجاه حياه البدو، يقد قبال بعض الحالات اللي ما هي ياسره في واقعنا الحالي، ولكن تخلي انه الشاعر يتناول هذه المواضيع اللي يشوفه احيانا تفرضها عليه يعني شعوره وحاسيسه اللي يعيش، واحيانا يفرض عليه بناء المجتمع وذاك اللي يعلم به المجتمع وكذا. وعندي هون قصيده دور نختم بها ان شاء الله المقابله حول الخيمه.